كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اللي توما كي القانونية ما خصنا نقولوه، احنا عندنا جوج حافلات اليوم خاصين بالموظفين، ولكن المصلحة العامة بحال بعض الجوج هون المكتب، بعض السيد المدير العام المصالح كذا كذا، كنشوف على ما عندهم الملجأ وما عندهم حد يتعاونهم هما المستقلين، كتاخذوا قرار على أن نمشيو هذيك الخطوة، رغم أنها ربما ما هي قانونية، وأنت تعرف على ما هي قانونية. خاصنا نفكروا جميع كيف قلت لك دائما الكبير اللي عندكم تبغوا اعطوها لنا حنا ندافعوا ونرافعوا عليها في المجالس الاداريه. وهذا المشكل انا ما واقع لي نهار كنتم كمنظومه، لانه بالفعل اي مشكل عندكم بديتوه ما تترافعوا عليه تعطوه لنا حنا كندافعوا عليكم. اليوم الدوره العاديه لمجلس التقييم والدستور درس من شهر شتنبر 2023، والكامل جدول الاعمال ديالها 4 ديال النقاط الاساسيه تم التصويت عليها باجماع الساده والسيدات الاعضاء الحاضرين للمجلس. النقطه الاولى تتعلق بالاجراءات المتخذه بخصوص دخول مدرسه 2023-2024. النقطة الثانية تتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بأوراش النسخة المتعلقة بسنة 2023، واللي فيها 622 منصب شغل إن شاء الله الرحمن الرحيم، واللي من بعدها غتجي واحد المجموعة ديال الاتفاقيات شراكة مع الجمعيات من بعد الانتقاء ديالهم من طرف اللجنة الإقليمية الأوراش. النقطة الثالثة كانت تتعلق بالمصادقة والتصويت على مشروع ميزانية 2024، وفي الأخير كانت النقطة الأخيرة هي تحويل اعتمادات بالجزء الأول من ميزانية 2023. شكرا. الناس والتلاميذ الجداد إلى شنو هي الإجراءات في وسائل الإعلام. قرأت محضر الدورة السابقة العادية لشهر يونيو 2023 معقدين 12 يونيو. عقد المجلس الإعلامي الشفائي العادي ولا يخصني أن أتقدم أصدار هذا الشيء وبيع متاعكم كحاضر وسط.